ويا مساء الخير زي ما انتم شايفين ورايا اللي هو الممشى حق الواجهه البحريه. طبعا في محل هنا لا يفوتكم بعد ملاهي عطا الله على مين عند ابراج الفارسي بالضبط، اسمه ريد سي بايكس اللي هو دراجات البحر الاحمر. عندهم جميع انواع الدراجات للعوائل وللشباب وللفتيات باسعار حلوه وجميله. هندخل دحين نوريكم، ودحين احنا مع الاستاذ ايهاب ابو شرخ يحب يقول لنا ايش الدراجات اللي عندهم، ايش اسعارها، وايش المده الاقصى اللي الواحد ممكن ياخذ فيها الدراجه، وايش الاليه المتبعه لاخذ هذه الدراجه. تفضل استاذ ايهاب. طيب احنا عندنا تشكيل المدرجات، عندنا مدرجات عائليه تيجي تشيل اربع اشخاص يسوقوا في نفس الوقت، اربع اشخاص كبار. في هذه عائليه يكون طفلين قدام واثنين يسوقوها كبار من المقعد صغير ما شاء الله. ايوه هذا المقعد يجي مره صغير، في حزام طبعا عشان الاطفال اللي قدام. هذه بالنسبه للدرجات العائليه باختلاف الوانها. بعدين في عندنا الدرجات. طيب قبل ما نروح للدرجات الثانيه، الدرجات هذه العائليه كم اسعارها ما شاء الله تبارك الله؟ اسعارها النص ساعه ب 100، وبعدين كل نص ساعه زياده او اي نص ساعه اضافيه تصير ب 50 ريال. حلو. في عندنا فئه الدراجه هذه للي ما يعرف يسوق دراجات او تخاف ان هي تصير دراجه، اغلب اللي ياخذوها يعني للغشمه اللي زيي يعني. شيء. نعم. واللي ما يعرف يسوق دراجات هذه اسهل شيء له. اللي فيها سبت. اللي فيها سبت. وممكن يروحوا بها السوق كمان ريد سيمون يروحوا يمروا على ورايا. طيب. في منها ثلاث احجام، في منها المقاس الكبير، وفي الوسط هذه، وفي الصغيره. الصغيره هذه شايفها هي صغيره. حلو. هذه كم سعر الله يسلمك؟ الكبيره النص ساعه ب 30، واي نص ساعه اضافيه ب 20 ريال. وبالنسبه للصغيره والوسط اول نص ساعه ب 20 ريال، الساعة الإضافية بعشرة. يعطيك الف عافيه استاذ ايهاب. ودحين نروح للفئه الثالثه. اما الدراجات اللي احنا متعودين عليها في حياتنا اليوميه من احنا صغار اللي هي هذه العاديه. صحيح، هذه الدراجات هي تخصصنا الاساسي اللي احنا على اساسه تربينا في الحواري وتربينا في في كل مكان عليها. هذه الدراجات اللي عندنا دراجات تريك امريكيه، الدراجه ما هي صيني، فتجي لك الدراجه مره خفيفه ممتعه طبعا في سواقتها، وما هي متعبه وسهله في سواقتها لان الدراجه مره خفيفه. تعتبر رياضية أو لا؟ تعتبر رياضية، هي هذه تعتبر هجين ما بين الرود وما بين الصحراوي، فهي المناسبة أكثر شيء للممشى حق الواجهة البحرية. هذه هي مقاس الدراجات هذه، طبعا عندنا منها مقاسات سمول وميديوم ولارج، في عندنا منها نسائي وفي رجالي. إيش الفرق بين النسائي والرجالي؟ تيجي القصة حقتها مختلفة شوية عشان العباية، بالنسبة للعباية يعني زي هذه الدراجة تكون نسائية عشان العباية، عشان العباية حقتها يكون لها مجال إنها تحطها. نعم، ويفضل انه بنت لما تيجي تركب الدراجه هذه تلبس اللي هو العبايه الرياضيه اللي زي الخفاش تقريبا. صحيح، ايوه هي هذه العبايه المناسبه لها. طيب يا استاذ ايهاب ما شاء الله تبارك الله عليك، كفيت ووفيت، لكن نبغى نعرف ابرز المخاطر والاحتياطات، نبغى نعرف ايش الاليه المتبعه كمان في اخذ الدراجه، اتفضل. طيب الاليه المتبعه عشان تاخذ الدراجه من عندنا، اذا كان العميل اول مره ناخذ هويته عشان ناخذ بياناتها نسجلها عندنا ورقم جواله. بعد كده في المره الجايه ما يحتاج الا رقم جواله يعطينا هو باسمه، والبيانات تكون موجوده ما يحتاج الهويه. هذا بالنسبه للاليه المتبعه عشان ياخذ دراجه. اما بالنسبه للمخاطر موجوده عندنا في الفاتوره اللي تنطبع، وهي بمثابه عقد بيننا وبين المستاجر، يكون فيها شروط واللوائح اللي حددتها لنا الامانه، امانه جده. نعم. بالنسبه للممشى، الممشى طبعا هو تقريبا ما في اي مخاطر، ما في مطبات، ما في بس من ضمن الارشادات الموجوده انه لازم يلبس الخوذه. ايوه الخوذه تكون تحت نفس السعر. نفس. في عندنا طبعا من الميزات الموجوده عندنا، في عندنا لوكرز عشان اللي معاهم اغراض يحطوها، وفي عندنا طبعا قسم صيانه للدراجات اذا احد معاه دراجته الخاصه، ومتميزين بانه احنا عندنا باركينج للدراجات، اذا احد يبغى كل يوم يحب يسوي رياضه يجي يحط الدراجة عندنا بصيانتها، نسلم هي في أي وقت، يجي ياخذ الدراجة يطلع الممشى ويرجع، الشهر ب 300 ريال. ما شاء الله تبارك الله. طيب شامل الصيانة طبعا. لو أخذتنا الدراجة وتعطلت علي، إيش اللي ممكن أسوي؟ موجود الرقم عندنا في كل فاتورة أو العقد اللي هو بيني وبين المستأجر، موجود فيه الرقم يتصل عليه، وإن شاء الله نقدر نساعده على قد ما نقدر. طيب في حاجة إضافية تبغى تضيفها أو شيء أو خلاص؟ طبعا في عندنا باكج لعدد ساعات معين، يكون اكثر من 30 ساعة ويجي يستخدمها في اي وقت، طبعا يكون سعرهم اقل من السعر المستهلك. الله يعطيك الف عافية وكل عام وانتم بخير. وانتم بالصحة والسلام، يديكم العافية، اهلا وسهلا. ها واخذنا الدراجة دحين العائلة.
يلا رحلة سعيدة إن شاء الله. درجات البحر الأحمر ومشينا على بركة الله. وزي ما أنت شايفين هذا الممشى كيف والأجواء حلوة. وأحلى شيء حمودي، حمودي ما شاء الله تبارك الله مبسوط وعلى باله بيسوق، عجبته. حمودي إلى الآن أخذت نص ساعة من دراجات البحر الأحمر إلى لوحة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقفت شوية عشان إيش ألعب حمودي في الألعاب الجميلة اللي هنا. الشيء المضحك شوفه الأطفال يبوه يجوا يركبوا في الدراجة يحسبوه إيش، يحسبوها للعامة. لا والشيء المضحك والأكثر اللي من جد ضحكني إنه واحد طلع هي هي بسرعة تعالوا في لعبة جديدة تعالوا. أقول لك يا راجل ما شاء الله عليه، بس تسيب الدراجة خمس دقائق تلاقيهم كلهم طالعين فيها.